مامي مامي ناسك ضربوني يدوك عليا لاباس خايلينك الحمد لله ديني بحالي هادو شوف هذه الألف بمبالغ تراوحت بين 2000 و10,000 دينار جزائري عرضت قطعة 10 دينار جزائرية الصفراء للبيع، ليس لأنها عملة نادرة بل لتداول معلومات عن كونها مصنوعة من الذهب. هدية سوى 1000 فرنك، الناس لهم يقولوا فيها الذهب وكذا، الناس تخرب، الناس راهي تزيد عليها. كنت نكونيكتي بعد شت هذه 1000 فرنك، قال لك يتباع، قال لك مخلطه بالذهب ومشرو فيهم اللي عنده كونتيتي بزاف. جيت عند الشيخ ادريس استاذ تاعي ورينا باينه، قال لي ما كاش منها باسكو انا شتها في موقع التواصل الاجتماعي مدايرين حاله بها تاع هادي 1000 فرنك بمليون. انا ما دخلتليش فراسي لو كان جات صح نترفو قايتك هكاك 1000 فرنك بمليون. انا الاونه الاخيره ولات الناس بزاف 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 تكلمني على 1000 فرنك صفراء، اللي يجي يقول لي 1000 فرنك صفراء يتسوى كذا. كاين ناس هما يروجوا واحد الكلام يقول لك 1000 فرنك هديه فيها 2 غرامات ذهب، وكاين ناس اللي راهم يقولوا هذه 1000 فرنك تتخلط بالذهب. نولوا السؤال الاول، 1000 فرنك هديه انا حسب البحوث تاعي اللي درتهم فضل الله انه 1000 فرنك راهي فيها النحاس كيما 4 دورو اللي فيها النحاس كيما 10 دورو اللي فيها النحاس. حالة الجدل التي أثارتها هذه القطعة النقدية جعلتنا نتحرى الأمر، والوجهة كانت أحد محلات بيع المجوهرات أين اختبرنا احتواء القطع على الذهب من عدمه. أسمعت أنا بلي 1000 فرنك يشرب بها كل واحد شحال يقول، واحد يقول 500,000، واحد يقول مليون، على أساس شغل أنها ذهب. بصح كي شتي اليوم عايرناها ولقيناها بلي ماشي ذهب. أما السر وراء الاهتمام بهذه القطعة النقدية وجمعها هو استعمالها في تخفيف قيراط الذهب بالورشات. استعملوها لأغراض أخرى، بالك في الورشات باش يكون يحطوا بها العيار تاع من 24 إلى 18، سماتيك لبيها يشروها معدن باش يزيدوه في معدن الذهب. مزاعم باحتوائها على الذهب رفعت قيمة قطعة 10 دينار ذات اللون الأصفر لأضعاف مضاعفة، إلا أن قيمتها في الحقيقة تساوي 10 دينار فقط لا أكثر.